كان بدي أعرف أنا اليوم إذا عم مارس هيدي المهنة مين يلي سبقني وفتح لي هيدي الطريق. وأنا لما عرفت إنه بحاسب معك كتير انبسطت، بس بعدين خفت قطع عليك. أبداً أنا ما حدا بقطع عليك. خفت قد ما سمع عنك أشياء. شوفي أنا شو سمعت. أنا كريستال خضر، أنا كاتبة ومخرجة وممثلة. هو أكيد منه مسرحية أبداً عن ممثلات معتزلات، هن ممثلات بعضهم كتير عم يعطوا. المسرح هو منصة عامة، والمنصات العامة من زمان كانت بس للرجال، كانت بس لألون، وشوي شوي هلأ في ناس سبقوني، وأنا اخترت رندا أسمر وحنان حاج علي. هن بيعملوا مسرح من قبل ما أنا أخلق، بس هن كمان ممثلتين كتير شغوفات بشغلهم، عندهم عطوا 40 سنة من حياتهم كرمال هيدا المطرح. بلشت اشتغل على عرض من 2018، وكان عندي هم كتير كبير ارجع سائل تاريخ هيدا المسرح، هيدي شجرة العائلة المسرحية يلي انا بنتمي لها. ارشيف المسرح اجمالا بيختفي، والمسرح هو مزبوط انه انا بالنسبة لي هو فن الذاكرة بامتياز، لانه بيدل بذاكرة الممثلين وبيدل بذاكرة الجمهور يلي حضر، بس بيخلص بيختفي. كتير كان صعب ان نلاقي ارجع ارشيف عن الفترة اللي بدي احكي عنها على الثمانينات. فاللي بلشت اعمله بال 2018 ان اول شيء بلشت اعمل انترفيو مع فنانين اكبر بالعمر من رندا وحنان. بعدين نزلت على الناس اللي من جيل رندا وحنان، وبعدين صار بلش الشغل مع رندا وحنان على اقامات فنية بتعطيهم مسودة، ويصير في تعليق على المسودة لأنه الذاكرة دايما بتخون، فبيكونوا مخبرين شغلة بعدين لما اكتبها أو حطها بنص يرجعوا يتذكروا شيء تاني أو أنا ما قلت هيك. بالآخر ما بيبقى المسرحيات اللي الممثلين اللي بيمثلوا فيها أوقات ذاكرتهم بتخونهم، ما بيعودوا يتذكروا من مسرحياتهم شيء. بالآخر بيبقى بلد بيتعاطى مع تاريخه كأنه أرشيف مسرح. بالآخر ببقى أنا وياكي هون عم نمثل أول مسرحية مع بعض، هيدا اللي بصير بالآخر، نمثل أول مسرحية. قومي لقلك بس أكيد حكينا عن مواضيع كتير كتير حميمية بالنسبة لهم، بس كيف طلعنا لنقدر نحكي عن كل ممثلة بالدنيا. ففي عنا أول شيء العلاقة مع هيدا المهنة، كيف مرة بدها تروح وتعرض حالها على الخشبة، وكيف كان ينظر لهيدا الفن بوقتها، بس هلأ كمان ما بينظر له بطريقة كتير مختلفة بالنسبة لإلي. شغلة تانية لها علاقة بالبي، بالبيات، سلطة البيات. هن في البيات الحقيقية وفي كمان الأباء المسرحيين يتذكروك بمسرحية من مسرحيات المخرج. قوية قوية كتير منك رندا هاي. فتخيلي معي انك ممثلة وعايشة مع هالمخرج العبقري بفرد بيت 24 ساعة على 24. بتبطلي ممثلة، بتصيري مرت المخرج. بس شوي شوي منشوفهم لرندا وحنان عم يطلعوا من هيدا المحل كله، عم بيكونوا الفنانات اللي بدهم يكونون. صعوبة أوقات عند بعض أعضاء الجمهور إنهم يشوفوا لأول مرة إنه في ممثلات عم يحكوا عن حالهم، عن جسمهم، عن المدينة، عن السياسة. عن السياسة كيف كانت الأشياء بوقتها. بقلب المسرحية كان في اختفاء، كان في اختفاء لهذا الزمن يلي هو الثمانينات. اختفى هذا نوع الممارسة المسرحية يلي كان وقتها يقدروا يعرضوا شهر شهرين وثلاثة، يبرمون بالمناطق يعني بالشهادتين بالحكايتين منشوف انه اكيد في كان غير نوع تعاطي مع المهنة وغير نوع تعاطي مع الجمهور، وكان كمان في اماكن للممارسة المسرحية اكتر. هذا الشيء بينحكى عنه،
وكمان في علاقتهم مع الجيل يلي سبقهم، لأن في عنا بنحكي عن رضا خوري، عن سهام ناصر، عن ناس سبقون قبل، عن الناس اللي ناضلوا بالغربية وبقيوا، بنقول أسماءهم، ناس اللي ناضلوا بالشرقية وبقيوا، وليه بقيوا يكملوا مسرح أكيد. وكيف كانت علاقتهم بين بعض بين الملتين، يعني كان في تواصل، يدل في تواصل بين الملتين، يقدروا يقطعوا ليحضروا بعض، أوقات ما يقدروا. ومن هيك عم قول، وعن جد كتير بأكد عن الموضوع، كان في فعلا اختلاف كتير كبير سياسي بالشرقية والغربية على كيف المواضيع كانت عم تتناول، ولكن على الأساس والإسانس تبع الشغل المسرحي كان نفس الشيء، كانوا مبادرات فردية وجماعية مع غياب تقريبا شبه تام للسياسات الثقافية الرسمية. فهو فعلا فن عم يكمل بفضل الفرد يلي عم يشتغل جماعيا على مسرحية. وحياة ربي الموعود خليتيني برق العود، قلبي لي وصالك موعود لنعود سوا يا بنتي المعاون. ايوة فأنا اليوم الاقتصاد تبعي هو متعلق بالجولات اللي بعملها برا، كمان التمويل اللي بيجي من مؤسسات ثقافية مستقلة. هلأ أكيد بيأثر على شكل المسرحية اللي عم نعملها، بيأثر أكيد على شكل العرض، بيأثر كمان على بأي طريقة عم نتمرن على هذا العرض. إيه خلقت المسلة بعدين ما عندي شيء تسكتي لحدا، ولا أنا عندي شيء تسكتي لحدا، خلاص حلوا عنا كلهم. إيه يحلوا عنا كلهم، أنا بدي ضل لحالي، أنا وحالي. هلا شو صار لك هلا؟ تذكرت هالمشهد؟ وبعدين بيطلعوا من كل أرشيفهم، بيطلعوا من كل هيدي الفترة وبيقولوا شفتك نازلة على الشارع، فطلعوا من المسرح لينزلوا على الشارع ليصيروا كل النساء يلي بمحيطنا. طلعت فيكي لقيتك مبسوطة عم تبتسمي، قلت لي كيف انت كيف بعدك عايشة؟ أنا شو جوابتك؟ قلتي لي أنا بعدني عايشة لأنه انت بعد عندك أمل.